عادي انولد في فريج العمامره مواليد 46 نشات كما ينشا اي طفل عادي في ذيك الفتره نروح مطوع حفظنا القران الكريم واحنا صغار حطونا في المدرسه قمنا نروح الصبح المدرسه والعصر مطوع ايضا عشان نكمل الختمه لعبت مع الفريج الظاهره اللي يعني اللي كانت كانوا رجالات الفريج يتجمعون عند الدكاكين يعني كانهم أندية دائما العصر تجد واحد فقير فاتح له دكان ما في إلا كيلو بصل وكيلو آلو وشوية معلبات يقزر وقت ف يعني أخذت ثقافتي الأولية من ذيلة أسمعهم يسولفون أقعد أسمع, أسمع ما لي شغل معاهم بس أسمع ف حتى في 54 زارنا الملك سعود وكانت مناسبه ان نشقح من نطاق الفريد نروح لمدرسه الهداية هو طبعا فاذا مسويين له احتفال وجايبين فرقه موسيقات الشرطه لاول مره اشوف الات نافخ وواحد قاعد عنده عصا لا هو يرقص ولا هو شيء قاعد بس يأشر شيء شو شي يقول دي؟ شو يسوي هذه كلها تساؤلات في البداية وفي الليل نتجمع كلنا في السطح عشان ننام الكل يدي والوالد والوالدة وخوالي إخواني سطح عود وكان عنده راديو والراديو يشتغل على بطارية السيارة راديو أول من بحين مثلا راديو متيسر في كل مكان يصعد البطاريه في السطح والراديو لاريل مثل التلفزيون ونسمع نسمع يعني الاخبار والذي ما ادري ايش يصير وكنت اسمع محمد فارس في فتره لاحقه في وخمسين عندما افتحوا اذاعه البحرين كانوا يحطون واسمع الموسيقى المرافقه لمحمد فارس تختلف عن الموسيقى اللي سمعتها وانا في الهدايه الا باحتفالات الشرطه الله الله يا صالح كويتي وعاشت يمينك يا صالح كويتي فاول عشق لآلة الكمان كان من 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 الراديو دي عشقت آلة الكمان في بداية الستينات يا مدرس موسيقى في مدرسة ثانوية كانت مدرسة وحيدة في البحرين ومركزية يعني ينها طلاب من الحد ومن الدراز ومن البديع من الزلاق يعني بساط تنقل الطلاب و ومن احنا من محرك باصين باص يوقف يم الهدايا وباص ثاني يوقف يم السوق اعتقد يشيل طلاب من الحاله وذي من الفرجان نركب الباص يوصلنا مدرسة وفي الهدى نركب الباص يرد يوصلنا لبيوتنا الريال كان مدرس يدرسنا النظريات يعني ما كان يعزف كمان عشان فخاب املي ثم تعلمت بطريق الصدفة يعني عندي خال توفى رحمة الله عليه وسعادة السفير مصطفى كمال كان يحب الموسيقى كان باستمرار مكثوم تصدح من غرفته عنده مسجلة ويسهر معها فشرى آلة كمان الزين اللي هو يشتغل في دائرة العلاقات العامة اللي تحولت فيما بعد إلى وزارة الإعلام وأنا هدوني قبل فعندي فترة نص ساعة أدش الحجرة وأطق على الكمان والده مرة استمريت يعني لغاية ما طاب علي قال لي شو أسوي؟ قلت له صارت حطة يعني بما معنى أنه حطت ريلي على العتبة فسمعته قال لي خذها لك شاف ان هو يعني محاولات الفاشله في التعلم ما نجحت فانا تعلمت بسرعه اعطاني الكمان فصار عندي اله كمان وسويت محاولات اول وتر وينقص الوتر والى الى اخر لين رحت اسره هواه الفن في اخر السنه اللي هي اشتركت معاهم ايضا ما شفت يعني ان مكان يستحق ما في افاده. الله كتب صارت حفله في حفله في معرض البحرين الزراعي، كان في عندنا معرض زراعي تجاري يقام في حديقه الاندلس بشكل سنوي. تسوي الدوله يعني. وعلى يعني يم من, من ضمن الفعاليات يجيبون فرقه قني. والله كتب انه يبوا فرقه معها شريفه فاضل ومحمد رشدي فكان عيد عندي ان اشوفهم ذي على المسرح وتشوف اللي يعزفون كمان فكونت صداقه مع العازفين فواحد منهم استاذ فاضل اسمه نصر عبد المنصف يعني كان معروف في الفرقه المصرية قال لي يا ابني انت كويس وعندك استعداد إذا عندك قرشين تعال مصر تعلم بس وخونت الفكرة في راسي وأنا موظف راتبي 45 دينار أعطي أبوي 20 دينار 20 دينار أدخل البنك وخمس دنانير أصرفها على روحي طول الشهر حتى تيمع مبلغ ورحت القاهرة ودرست لغاية ما خلص المبلغ يعني الفترة اللي درست فيها كنت انا امين مكتبة معهد المعلمين وعندي موظفين يعني موظف الواحد يتمنى يصير يعني هالبوزيشن لكن سيطرة الموسيقى على تفكيري خلتني اهد كل شيء واروح فقط اريد اتعلم لان الموسيقى لغة وبعرف لغة قراءتي وكتابتها بس وبدا المشوار التالي واثناء الدراسه كانت الفتره فتره عبد الناصر العلاقات الثقافيه بين مصر والاتحاد السوفيتي علاقات قويه جدا يعني شفت فرقه البوليشوي انا يعني شنو حظي زين شفت اوركسترا السامفوني شفت امور كثيره احنا يقرون عنها اجيالنا الحالي فانا كلها شفتها والفضل يعود لمدرس هو من تشيكوسلوفاكيا اول ما شافني ذاك عمري 20 سنه قال لي تو انت لازم تيجي عمرك خمس سنوات خمس سنوات درس قال نعم تدرس عمرك خمس سنوات كاي ماده ثانيه من الطفوله ما يصير إني تدرس قلت له الحين انا كذي 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 ظروفي قال لي اوكي بعطيك دروس خصوصيه قلت اي يبي يا ياخذ مني بيزات كم الدرس؟ قال لي جنيه الجنيه ذاك الوقت يعني سعره دولارين ونص يا راس الشهر انا ما عندي اكل انا اعطيك هذه قال لي اجل الشهر الجاي ليه اخر السنه اخر السنه تفاجات ان المسكين يقول انا بحفزك فقط ما بعلك بالضبط فكان نعم الأب ونعمل مدرس ونعمل المخ اسمه فلاديمير شتوبنيا اروح للبيت زوجتي تحضر لي الشاي والقهوه وكل الامور دي ويعطيني دروس باخلاص دروس خاصه يودينا مع دار الاوبرا يودينا حتى حملت على نفسي قلت انا اذا صرت يوم من الايام مدرس باسلك مع طلابي هذا السلوك الجميل والله كتب علي وصرت مدرس في مدرسة بعدها هذه بعد قصة قصة فضل يعود الأستاذ الفاضل محمد صالح عبد الرزاق كان في التربية الكشفية كان في زيارة للكويت وأنا كنت رايح للكويت أشتغل يعني في المعهد في مصر كان معي طلاب كويتيين قلت أنا ما عندي شغل في البحرين شا عندي شارف في الكمنجوي وأنا أروح ما مش بكون أشتغل قالوا تعال الكويت إحنا نشغلك في الإذاعة فعلى اساس اني اروح اشتغل في اذاعه الكويت بالعكس واحد منهم قال لي لك مدرس وتاخذ بالقطعه يعني يعطون ثلاث دنانير في المقطوعه الواحده في اذاعه الكويت ثلاث دنانير كويتي طبعا لو كل يوم مقطوعه معناها 90 دينار الشهر وانا في الله كتب يمي محمد صالح عبد الرزاق قال لي وين رايح استاذ؟ قلت انا رايح الكويت اشتغل الله كاتب علينا ندرس في الغربه ونشتغل في الغربه بعد قال لا بس ارجع انا رجع مر علي المكتب شو انا في الفتره ذي ايضا آه رحت الله يسلمك عند الشرطه اتعلم قراءه النوت يعني كان عندي مدرس آه يشتغل هندي هو يشتغل آه عازف بوق فعلمني مبادئ القراءه وكتابه الموسيقى على كل حال ولا رحت الا مدرس موسيقى السنة واحده لكن مدرس في وين؟ يا بعد الحصه السادسه يا في حصه فراغ تصوري مدرسه نعيم مدرسه الهدايه عمر بن الخطاب عبد الرحمن الناصر والحد الابتدائيه والثانويه ست مدارس على عدد ايام الاسبوع كل يوم في مدرسه وعلى الاقل عندي اول ما يوم طالب ما يصير 200 طالب المدرس اكثر من خمسه ما يقدر يدرس لان الموسيقى عملي انا اقعد والطالب يقعد وعندي طلاب ما شاء الله وصلوا قطعوا اشواط كثيره الان على الساحه الفنيه بعضهم يملك شهاده الدكتوراه وبعضهم لهم لمسات جميله جدا على الموسيقى بصفه عامه والطلاب كانوا يعني طلعت بنتيجه ان الشاطر في الموسيقى دائما شاطر في دروسه ايضا. ف ما قدرت استمر. شفت في الاثناء هذه كونت فرقه البحرين الموسيقيه وبديت مثلا اتعاطى مع الموسيقى برقي. يعني ما نروح مع عريس لان يوم من الايام فرقه الانوار اللي كنت منتسب اليها كان مشهوره. إن هناك عدة فاطمه الاخباري عدة سلطانه وفرقه الانوار يعني نروح من عرس لعرس احنا كنا شباب وكنا يعني نجد متعه ان نغني وجمهور يعني كان معنا محمد حسن احمد الجميري محمد علي عبد الله يوسف هادي يوسف مشائي يعني اصوات قل... يبقى... كم يعني اعطونا 50 دينار نتوارر على دينارين كل واحد يعني الفلوس ما كانت مهمه لكن الفكرة في السنة كنت موجهة فسويت فرقة يعني نعزف الهلال الأحمر نعزف حق المرضى حق يعني الأندية سويت فرقة جيدة وبعدين انتقلت هذه الفرقة للإذاعة فصارت فرقة الإذاعة أول شيء سويته طرشت أكثر يعني أسست قسم البعثات وطرشت خمس من أعضاء الفرقة يدرسون في الكويت بحكم علاقتي مع اخواننا الكويتين اللي كانوا معي طلاب في, في مصر ولما ردوا للكويت الكويت سوت معهد موسيقي في احمد باقر هي ويختار من من 20 30 واحد متقدم حق المنح يختار خمسه السنة اللي جاية عقبها بعد خمسة تالي انفتحنا على القاهرة تالي صار قسم خاص للبعثات في وزارة الإعلام والحمد لله هذه كلها يعني جهود أولية أنا يعني أديت واجبي ما ما سويت جميل ولا سويت شيء وإنما واجبي أديته كما ينبغي فهذه لم بس كان شنو يعني الموسيقى وسيلة تربوية ما كنا نتعامل مع الموسيقى في التربيه الى اليوم ذي مع الاسف كوسيله تربويه. يتعاملون معاها مثل ما يتعاملون مع الرياضه. هم يدرسون الرسم ويدرسون الرياضه مو بعد عشان نصير لاعبين لعب كره، انها الرياضة صحه للجسم، سوي حركات سويدية،, سويدية بعدين فيك سل الموهوب يطلع من المدرسه. كذلك الرسام. الموهوب يطلع ويروح يكمل في معاهد خاصه تالي، معاهد فنون جميله. الموسيقى نفس الشيء. هما المدرسين كان كل همهم ان يدرسون الطالب اله هي الموسيقى من الطفوله اذا تذكرين هم هم عرفوها هذه الغربيين عرفوها لها فيدرسونهم من الطفوله يجمعون جمل موسيقيه بسرعه تترسخ في ذهن الطفل ويلبسونها معلومه وغنون هلا فتوصل المعلومه من خلال أغنية يعني يطلع لي انا في كان في لعبه صغيره فيها خيط لان سمعتنا الخيط ونهده اللعبه تغني ذي شو تقول؟ ابلا جوني كاونت ويز مي ليت مي تل يو اي بي سي اي بي سي دي اي اف جي اتش اي جي كي ال ام او بي كيو اند ار اند اس الى اخره اللي صار انه يعلمون الطفل وهو في المنز كذي اي سي لذلك عيالي كانوا يعرفون اي سي قبل أحف... قبل يعرفون الفاتحه من خلال اللعبه ذي ويكبرون شوي من خلال اناشيد الحضانه دور الحضانه يعطونهم السلوكيات اذكر ان في الحضانه اللي ودي بنتي لها كان في حديقه صغيره في الوسط زارعينها بالورود كان واحد يقعد على كرسي يمنع الاطفال يدقفون الورد يعني فقمت حفظت الاطفال قلت حق واحده من المدرسات حفظ الاطفال اطفال يلعبون في حديقة جميلة ولا يقطفون زهور الخميلة أطفال يلعبون جملة بسيطة احفظوها عقب شهر قلت لهم شخبار اليهال قالوا ولا ولا طفل يقرب بس يطالعون الورود ويمشون ما يقطفون زهور الخميلة يعني لأن راحت لهم المعلومة إحنا ما ما ابتدينا كذي بالموسيقى بس ابتدينا مدرسين واحد متخصص عود واحد متخصص كمانجة واحد متخصص على نفخ وتعال درس الطلاب اللي يبون فلنا نخلهم هو صح يطلع يعني طالب عنده مبادئ أولية وهذا شيء زين طبعاً أنه يكون عندي مبادئ أولية في الرسم في الرياضة وفي الموسيقى جميل جدا بس الموسيقى اساسا ماده تربويه يعني ما ما تعمل معاها كماده تربويه ماده تسلويه يعني من كثر حبي للموسيقى مثلا اخذت قلن دهن وحطيت في وسطه قطعه خشب وشديت عليه خيوط مال اللي يصيدون بهم سمك خيوط نايلون فكان يصدر نقم جميل وخشة تحت س... تحت السرير وساعات اقفل لاذان الصبح المذن مال فريج اسمه عبد الله المال يطلع يروح اذن الصبح ويسمع عود او ما يترى له عود في الحجره قام قال حق يدي اكو ولدك عنده عود ترى الناس تجي المسجد تصلي وقاعد قاعد عود طبعا اللي قال اختفى ثاني يوم ميت قال ما مش ما درت بالسالفه الا بعدين طريقه اذان عبد الله المال يعني كانت كنا نسمع اذان عبد الباسط الاذان في الراديو يعني غير لا اله الا الله يعني عرف فيما بعد انه متاثر بالنغم اللي كان سامع على سطح السفينة من النهام عرفت أن أيضا الإنسان لبصمة لهوية موسيقية مثل ما للهجة موسيقية لهوية موسيقية أحن الموال تسمعينه من العراقي على طول تقولين هذا عراقي غني لأن لا طعم خاص المصري له طعم آخر هل البحر لهم طعم المطربين الحديثين لهم طعم إلى آخره فصار هذه يسمونه هانك عرفت يعني هذه من الامور اللي ما تعلمناها في عد تعلمناها من الحياه انا تعلمت من المذن مال فريجنا قلت ليش اذن كذي عرفت ان الرجال ثم ترسخت الفكره لم يو الباكستانيين ياذنون هنا يعني ما اقدر الومها ومتعلم على هذا النقم هم وهذا الانغام هذه وسيله تعبير الام لما تغني على طفلها تعبر قاعده تعبر والطفل لما يغني مع ربعه قاعد يعبر ونستطيع ان نضمن هذه الوسيله وسائل تربويه حق كلنا سمعنا السبت سبوت الاحد عنكبوت الاثنين بابل بس تدري ان هذه اسهل وسيله لحفظ الايام الى يومك الان الى اليوم اليوم اللي حكيت فيه ما اعرف اي شهر 31 اي شهر 30 اطلع التليفون عشان اعرف لكن اتذكر نشيده باخذنا واحنا صغار <applause> 30 days have september april june november all the rest have 31 excepting february alone which have bat 28 days clear and 29 in each leap year اذا كل ما نقول 30 دايز هاف سبتمبر ابريل جون اند نوفمبر هذا إلى 30 الباقي كله كلهم 31 فالى الان استرجع النشيده واعرف اي شهر 31 و 30 اذا وسيله تربويه ووسيله تعبيريه لما الام تغني تلقينها مثلا تحمل في مضامين غنائها دعوه على مرتلبوه كانت هاجسة إن تطلق إذا إذا ما جابت الذكر بعد أحبك يا حدا قدقني وفي حبك تدقدقني لو ما الله رزقنا ياك كان أبوك طلقني هذه تحكي تحكي عن ملمح اجتماعي كان منتشر ليش أبو يطلقني ما يبتولد ولد لا يبي ولد ليش مع الغوص يسدد ديونه والفلاح ايضا بشرتني القابله جابت بنيه عسى القابله تقرا صحيه بس بشرتني القابله جابت غلام عسى القابله تزور الامام يعني هناك فلاح بالضمان عنده مزرعه متضمنة لازم يدفع راس السنه حق راعي الحلال فيبي ولد يساعده ف... وهني يبي ولد يشيل عنه ديون الغوص فاصبح من خلال الاغاني اكتشفنا هالوسائل الاجتماعيه كلها لم اهتميت بالتراث اتضحت لي هذه الوسائل دي كلها من خلال الاغاني انا كنت اسجل ابائنا الله يرحمهم ما بقى احد منهم من الغوص اسجل الفجري يعني فاكتشفت انه يتحجون بمفردات ما اعرفها انا يا فنجري وصعد الدوم لا اعرف الفنجري شنو ولا اعرف الدوم شنو جواعد البحر ضاعت شو ضيع جواعد البحر قواعد البحر يعني الاصول يا بحر ما فيك معروف ضيعت شوقي وانا اشوف عرفت انه في الحاله دي يشتكي الدهر يعني قاعد شكوى ضمنها اغنيه وقاعدينها مع ربعه ولما انا حكي قصر صوتك على صوتك لازم واحد يترجم كانه ترجمان بيني وبينه هذه الشرره الاولى الواقع فقمت اتتبع هالامور ذي من بدايه بدايه السبعينات تالي اسجل في ورقه وقلم دائما كان جيبي ما يخلو من قلم قبل لا تدور علينا التلفونات اي كلمه غريبه اسجلها عرفت ان انا من جيل يختلف عن هذا الجماعه انا ارقد في مكيف ما تشوف المكيف شو عدالة انا اطبخ على غاز اشرب ماء من الثلاجه هو ما يشرب من اللي آه هو يغني غير انا اغني غير ياكل غير انا اكل غير وابتديت يعني اقرا كتب في التراث حتى مره يعني قال لي يعني قريت حق عالم تراثي يقول كل كل شوي بموت كانك صكيت متحف في البدايه قلت عمات عم يدي اي يعني متحف اللي صكيناه لا طلع فعلا اكل غير وشربه غير ونومه غير وشغلته غير وطريقه نظرته للحياه غير وكل الامور دي غير معاملته لزوجتي غير عن معاملتي انا الى اخر الامور دي كلها فشفت ان هناك مثل ما هناك فاصل بيني وبين اجدادي هناك فاصل بيني وبين احفادي انا الان اذكر مره في في ندوه او في محاضره خلينا نقول حق مجموعه من الطلبه والطالبات فوق الخمسين واحد كلهم جامعين يعني فكانوا يقولون لي ان شلون تصير كنتوا تسجلون الاغنيه قبل فانا يعني دائما احب اسهب الموضوع بحيث ان السائل ما يروح يفهم كل شيء، فقلت اولا الجيل اللي قبلنا كان اذا يبي الاغنيه يروح لها. يروح محل يغنون ويروح اذا هو هوايته الطرب. جيلنا احنا الاغنيه قامت تجينا، شلون تجينا؟ قلت عن طريق الراديو، عن طريق وجيلكم انتم عن طريق الكمبيوتر، عن طريق كل شيء. الآن يعني. فعقب ما اخترعوا هالمخترعات انتقدت الاغنيه بس قبل يروحون لها والمجتمع ينظر الى الـ 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 نظره شبه دونيه حق اللي يهوي يسمونه سكرتي كلها قطرته على كتفه وثوبه مشوت وانيق ومكوي وتتبع الطرب يروح يروحون الدور علشان لا حد يسمعهم يصيرون يعني جزء شاذ دار تصير ذي كانوا يصككون الدرايش تماما يحطون مساند وراها ويحفرون عند الباب يفرى يحطون فيه حلي وترسونها ماي لاعتقادهم ان الصوت اللي يطلع من تحت الباب يروح سيدة في الماي فما يوصل حق الجيران شفتهم مستغربين قلت تعرفون اللي حلي شنو هو؟ قالوا لا جيت فيهم من الدراز وجامرة بعض الطلبه والطلبات، كنت تعرفون الجحله؟ اللي يعرف الجحله يرفع صبعه، واللي أعرف اللي حال يرفع 50 واحد ما حد يرفع صبعه. لان اللي حلي انا اللي كنت اشرب منه ماء ما بهم ماء ما يشربون قراشكا. لاحظتي؟ فهذه ايضا خلاني اشتغل على اللهجه من الالف للياء. يعني مثل ما تبخرت بعض المفردات لان اللهجه كائن حي متجدد احنا تروحين حق بدوي في الصحراء تقول له وين كمبيوترك؟ صدق ما عندك امل في المستقبل وش تقول؟ لا اعرف كلمه امل ايش تعني ولا اعرف المستقبل شنو ولا اعرف الكمبيوتر شنو مفردات قير فقلت هذه كل كلماتنا ذي قير بي يوم بينسونها الواقع ما بأنا بالدرجه الاولى انا كنت احطها في برنامج اذاعي في مستمعين يتابعوني ندوني مكتب الشيخ خليفه رحمه الله عليه قالوا هالكلمات ذي اللي تيب في الراديو الجيل بينساها ليش ما تحطها في كتاب؟ قلت ان شاء الله اللي يمرون بالشيوخ يعني حاضر بحط الكتاب فتكفلهم بطباعه الكتاب وبعض اللي كانوا يسمعوني مثل تشاروات في الراديو اللي قالوا لي ليش ما تحطها في كتاب قلت يبي طباعة ويبي قل احنا قلت له انا دش للاستوديو عندي رؤوس اقلام في ورقه واطلع اقط له ورقه. قل هالورقه الورقه, قلت الورقة, قلت الورقة احنا بنطبعها. فيا يا سيده فاضله هي وزوجها يوني للبيت ياخذون الاوراق يطبعونها يردون لي في قرص. فتيم عندي مجموعه اللي وفرت عليهم التعب كملت انا الشغله بروحي وصار هالكتاب هذا هو ايه خلنا اوقع عليه بعطيك هذه تقرينه من اول ما قمت اسجل وعرفت ان اغانيهم غير وكلامهم غير فاحتفظت باغانيهم قمت اسجل اغانيهم فنون البحر كلهم محتفظة بها في الحقل الاذاعه فبالموازي قلت لازم مفرداتهم مفرداتهم لازم نحافظ عليها لان جزء من هويتنا و... والمفردة إذا دققت فيها أنا ساعات توصلني مواصيل أخرى يعني من ضمن الأغاني اللي كنت أحتفظ بها لنفسي أغاني الأمهات أعطيك مثال صغير مريم خطبها الجبري ومندوبه الباشا نص الحسد دزتها والهيروي يقماشه طيب من قلت مريم خطابها مثلا راعي البنايه تاجر ولده الشيخ الفلاني الوزير الفلاني خطابها الجبري من الجبري ذي؟ وين الجبري؟ هذا سؤال الجبري اي في التاريخ مجرم زمن الجبري هل معقول الاغنيه عمرها 600 سنه ذي تموت تورثونها امهاتنا وجداتنا زين يفتخرون ب ما حد يقول مثلا مريم خطابها ابو بكر ابو بكر مات صحابي جليل وتوفى خطابها الجبري معناه الجبري حي وبعدين ايش اعطاها؟ نص الحسد يعني يملك الحسد الجبري كان عاصمة الحسد نص الحسد الدزه اذا حتى حكاية الدزه موجوده من 600 700 سنه والهيرويه قماشه لا بعد في له تتمم بغداد صباحتها وقالوا لمريم ذي دزت اللوشه لقص عليك هذه دز اللوشه ولا شيء ترى تسالين اكثر فقلت هذه الاغنيه عايشة في ضمير الجمعي للمراه البحرينيه او الخليجيه بصفه عامه اكثر من 600 سنه لا هذه قصص هذه قصص اي واحنا ذبابين عن الغنائم وكل حفظهم انا حفظه من يدتي الله يرحمها العلاقات الاجتماعيه في الفرجان كانت على درجه كبيره من القوه والمتانه في الزمن السابق اذا يمرض واحد الفريج كله يمرض واذا تزوج واحد الفريج كله عنده كانه في عرس يتسلفون من الجيران ذهب عشان العروس تبين يعني جار الغني ويتسلفون حتى من خاتم القران يتسلفون له سيف من احد الوجهاء و... ودقله وشطفه كنا معرس يدورون لنا خاتم لاحظتي؟ ال... ال... اذا واحد شاف طفل من عيال الفريج في اماكن خطره مثلا برا على الفريج في البحر قالوا روح بيتكم كنا ولده اذا بيسافر يودعونا كلهم روحة الحج وياي من الحج اسطح البيوت كلها اعلام <applause> اذا واحد طبخ طبخه يخاف يشم هياره فيحط صحن دائما احنا على خاصة في رمضان على سفرة الفطور دائما في وجبات غريبة وتكسر الصحون الوالدة وتحط بيضتين في الصحن وهذه ودة حق بيت الفلاني وهذا وده حق البيت الفلاني يقول لي صديق سكن في منطقة حديثة في البحرين ويارى دكتور بحريني متخرج من جامعة أجنبية فيتعرف عليه هو هنا وذاك شرى له فيلا ما تعرف عليه يعني ايش سوى؟ حط له كاب هريس في رمضان طق الجرس فتحت له الخادمه فلان موجود؟ راحت لحظه ورجعت قالت ايه تسبح قلت طيب سلمي عليه قول له هذه من يارك عطته قبل هريس عقب الفطور لطق الجرس الخادم نفسه رد بالصحن يقول لك مشكور مو ياكلون كذي طبعا هو استنكر. استنكر الرجل رابي تربيه غير ودرس في مكان غير ما يقوم من الصبح يقدم حق ابوه في القهوه او معون التمر لا يقوم, يقوم يمشي يقول هاي داد وهو طالع من البيت ف ايش بالبحرين ذي؟ انت شرحي لي ايش علاقته بالبحرين؟ ولا شيء مجرد جواز أشيله دي ذي افكاره الله اعلم ايش افكار في الجامعه ينتسب حق ناس ما يلا شيء او حق أه أه نظرية سياسية مثلا في موسكو لا وانا شاهدت يتصارعون يقول له اسكت انت يا الماوي دي يقول له انت تسكي يعني انت تتبنى نظرية استراتيجية تختلف عن عن موسكو موسكو هي صحيح واخرتها كلهم انهاروا لا موت تسيتونغ نظريته نجحت ولا هذه ما ادري شو اسمه كل الشيوعيه تبخرت والبحرين يتهوشون يتهوشون ان ان طلبه لا يا بنت الله يهداك ليش تقطع تكتع... عرجك من 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 محل انت فيه؟ انا شفت عمان 70 و80 و2000 اربع خمس مرات شفت عمان القفزات اللي قفزات عمان من ما فيه ولا مدرسه قبل 70 ولا مدرسه تبي تتعلم روح مطوع احنا بحرينيين اللي كانوا متمسكين بهالنظريات يروحون اللي احنا يذكرون ليلى فخرو بالخير يذكرون يعني مجموعه بالخير جدا انا اعرف دكتوره نعماني صديقي يقول هذا درسونا يقول تدري شنو الجهل عندنا؟ قلت له ادري قال لا ما تدري ما عندنا شيء اسمه ريوق غدا وعشي يقول تقوم الصبح تتريق ما مش يوعون هس اكل تاكل عصر الصيف ما مشاكل اكل اقعد بيومين ثلاثه اربعه كذي حياتنا كانت يقول يا البحرينيين وعون يقابوس وعاهم قلت تعالوا ايش تبون حقاره الثوره ضده ايش تبون؟ تصلحون البلد؟ انا رمز رمز انا سلطان رمز تعال انت مسك وزير الخارجية انت مسكوا البلد هذا علوي بن عبد الله ما كانوا ثوار كانوا كانوا شايلين سلاح متأثرين بالفكر الشيوعي قطوا كل هذه واللي صار وزير واللي صار كذا وسوى بلده الامثال طبعا آه علماء التراث او الفلكلور قسموها يعني مو كل شيء مثل في مثل في حكمه في قول سائر آه يعني مثلا أنا ممكن أحط لوحة مكتوب عليها صبر مفتاح الفرج، هذه حكمة. لكن مثلا لو كلمة ميونير ما في الوادي شير ما أقدر أخطها بخط جميل وأعلقها أقول هذه هذه مثل وهكذا. في بعضها نتج عنها قصص أو إيه هي نتيجة قصة أو الشعب ألف قصة علشان يوصلها تماما. مثل مثل يقول ايش فيك انت؟ ما شفت خير، هذا اللي يقول فتح وشاف الديك. ما نعرف قصته. يقول لك واحد عمي الله رجع للبصر خمس دقائق. في الخمس دقائق كان قدامه ديك. فشاف الديك. شاف الوان الديك. وشاف كل شيء في الديك شافه. صار عمي. فقاموا يسولفون قالوا واحد انا اليوم شريت سياره بس لونها ما بعجبني قال شنو قال وايد حمراء قال مثل الديك لانها في مخ الديك فاي شيء مثلا واحد اصابع ما ادري قال له مثل اصابع الديك فيقارن هو الديك لان الشيء الوحيد اللي شافه فقمنا احنا ابتكرنا هذه القصه بالمثل فتح وشاف الديك وعلى ذلك قس يعني مثلا إلا على راسه ريشه يتحسسها هذه طبعا نعرف لما احنا نتحدث مع واحد ونسولف في الموضوع فيه مثلا تهمه يقوم واحد يجادل بكثره ايش في ذي انا ما اعنيك لكن هذا اللي يقول على راس ريش يتحسس لان الموضوع يخصه ويدري انه يخصه هو هذا هو الله يسلمك يقولون انه في واحده مسكينه تربي دييات تكد على عيالها تبيع بيضه تبيع كذي يلص في الليل ونط عليهم وباقي الدياي كله راحت تشتكي عند القاضي وانا طالع ذي الحرامي لكن ان شاء الله في يوم اللي الجمعه في الصلاه انا بلقي خطبه زين راح في الصلاة وقف قال له يا ناس تعرفون أم فلان تربي يتامى يا واحد من خاف من الله وليس هم مخلوق وباقي دياته دي كلها لكن وين بيروح من الله ومن خلق الله أنا أشوفه الحين أشوفه ريشة الدياي على رأسه نساها على رأسه ما نظف روحه قام البايك بطبيعة الحال سوى كذي فعلم على روحه صودو انت البويك علم على روحه بروحه على اللي على راس ريشي تحسس فاحيانا الواحد مثلا الكلام ما يعني بس هو مرتكب نفس الذنب فيبين واضح يعني بالنسبه على حق الناس انا ما اكتفيت ان اشرح ليش سموا الفريج فريج الصنقل ليش سموا السوق الخارو لا ارجع للتاريخ ليش يسمون الغناء البحري فجري؟ وشنو الفجري؟ تقيم بالتفصيل خمس فروع الفرع الاول كذا الفرع الثاني كذا يعني العطل المفرده ساعات صفحتين على كلمه واحده فهذه مو بقاموس لفظي مو معجم الفاظ التعبير لا قاموس تراثي يتحكي في التراث بشكل عام ليش احنا نقول ما مش زين اه وراه ما تروح ورا شنو ورا؟ هي عصي اراك عصي الدم اراك اراك لا تاكل ورا ما تاكل لاحظتي؟ زين ليش بدال ال الواو الف هي اراك ليش نقول وراك؟ لا هي ارث نقول ورث ظاهره لغويه عند عند عندنا عند ابدال الالف الابدال يسمونها الابدال كلها تتطرق اليه ليش كخ 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 لان الرسول حق حق الحسين لمخذ تمره من تمر الصدقه قال كخ كخ رسول كريم الا تعلم أن نحن اهل البيت لا تحل لنا الصدقه قال كخ كخ وتمت كخ كخ لليوم نستخدمها